للحديث عن إحاطة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أمام مجلس الأمن ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الصحفي والباحث السياسي نوري حمدان. أهلا بك سيد نوري معنا. يعني عنوان كبير وضعته جينين بلاسخرت لإفادتها عن العراق أمام مجلس الأمن، مفاده أن بقاء النظام في العراق على حاله يزيد الأمور سوءا في العراق. بداية، كيف تقرأ هذا التصريح؟ تفضل سيد نوري. اهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا لك على هذه الاضافه وتحياتي لجمهور قناتكم الكريمه. اهلا بك. الحقيقه جاء تقرير بلاسخرت بالرغم من الكثير تحدث عنه انه تقرير شخص ما يحدث في العراق وما يدور في العراق، ولكنه حقيقه انه بالرغم من انه ذكرت الفساد، دور الفساد ودور القوى السياسية ودور العملية السياسية يعني بأكملها أو النظام، وهو يعاني من إشكاليات كبيرة، ولكن عدم الدقة بالتشخيص، عدم الدقة بالتشخيص فقد التقرير قيمته الحقيقية لهذا السبب، فبالتالي أصبح وكأنه مقالات يكتبها باحثون سياسيون قريبون من الشأن السياسي. نعم. ويشخصون هذا الخلل، وهو فعلا نحن كثيرا ما شخصنا ما يدور في الساحة السياسية وحددنا وقلنا أنه هذا النظام هو لا يمكن له الاستمرار بهذه الطريقة، ولا بد من تغيير هذا النظام، ويفترض أن يكون تغيير كامل شامل. نعم. لكل هذه القوى السياسية. سيد نوري، هذا جانب. نعم. إذا تسمح لي بأقل من دقيقة. تفضل. هذا جانب. الجانب الآخر حقيقة أنه الشعب العراقي من خلال المتابعة لم نراه متحمسا إلى ما ستخرج به جلسة مجلس الأمن الدولي. نعم. لأنه هو يأس من القرارات المجلس الأمن الدولي، وكذلك العراقيين أو العراقيون فقدوا ثقتهم بالمجتمع الدولي أو ما يسمى بالمجتمع الدولي الذي مسخر الآن بقراراته تجاه العراق من قبل السفارتي الأمريكية والبريطانية. لا يختلف تقرير بلاسخرت عن بيان السفارتين الأمريكية والبريطانية. نعم. في ذكرى الثالثة لثورة تشرين المجيدة. نعم. لا، سؤال آخر، يعني هل يمكن لتدخل دولي ما أن يعيد ترتيب الأمور، أم أن عدم وصول الفاعلين في الملف العراقي لتسوية ما يجعل الأمر أبعد من أن يحل؟ نعم، شوفوا، كل التدخل الدولي بشكل عام هو ليس بمصلحة العراقيين بالمطلق بأي شكل من الأشكال، خصوصا أنه التدخلات الدولية لحد اليوم نحن لا نرى لديهم الرغبة في التغيير الحقيقي، التغيير الشامل للنظام في العراق. كل المبادرات أو كل البيانات التي تتحدث والتصريحات التي تتحدث عن يعني الجانب الدولي، هو يتحدث عن وفق الإطار المحاصصة الطائفية الذي أوصل البلاد إلى انسداد العملية السياسية وانتشار الفساد وانتشار الجريمة وعدم تقديم الخدمات، وهذا السخط الشعبي والجماهيري الكبير والجمهور الغاضب على هذه العملية كلها هو نتاج هذا النظام الذي لم يتجرأ حتى الآن المجتمع الدولي من تشخيصه بشكل فعلي. حملوا في هذه الجلسة القوى السياسية التي تعمل وفق هذا النظام، ولكن هو النظام. نعم. أصلا فيه مشكلة، ليس في القوى فحسب، هي قوى غير قادرة على إدارة نفسها، ومنذ فترة نحن قلنا أن هذه القوى نحن نصفهم بالقوى السياسية يعني اصطلاحا، ولكن الحقيقة هم يفتقرون إلى مقومات العمل. نعم. السياسي بأشكاله التنظيمية وكذلك أشكاله. نعم. الإدارية. نعم. كعادتها منذ أن باشرت مهامها في العراق لم تحمل جينين بلاسخرت الأحزاب والكتل
مسؤولية تدهور الأوضاع. في المقابل حملت ثوار تشرين مسؤولية وتداعيات ما حصل بعد الثورة. بما تفسر هذا النهج الذي تنتهجه بلاسخرت؟ نعم، هو حقيقة يعني المجتمع الدولي متواطئ مع هذه القوى السياسية لنجاح النظام المحاصصة، لنجاح يعني عملهم الطائفي، وليس من أجل الشعب العراقي. بالتأكيد أي عمل يصب في مصلحة الشعب العراقي، نجد بلاسخرت وأي ممثل كان في الأمم المتحدة أو أي سفارة في العراق من سفارات المجتمع الدولي سوف لا يتعارضون مع نهج المحاصصة. هم يتحدثون عن الإصلاح، يتحدثون عن الحوار، ولكن الحوار ما بين الأحزاب هذه نفسها لم هي بالرغم من أنه وضعت أسباب الفساد والاحتدام وغير ذلك من المعرقلات في قضية التطور العراق إذا جانب النمو وغير والاقتصادي، ولكن هي لم تضع بدائل، لم تضع يعني ما هو الحل الحقيقي للمشكلة. هي تعود، هي ذهبت إلى الأمم المتحدة بعد اجتماعات ولقاءات مع قادة الإطار التنسيقي والقوى المتمكنة والمسيطرة على السلطة في أو سلطة هذا النظام إلى اجتماع مجلس الأمن، وستعود من اجتماع مجلس الأمن مرة أخرى لهؤلاء أنفسهم وتدعوهم من جديد إلى الحوار وتشكيل الحكومة. هي تدور بنفس الدائرة التي هم يدورون فيها، وهذا الدوران حقيقة لا يقدمهم ولا يجعل من نظامهم أو لا يحقق لنظامهم النجاح. هو كما تحدثنا سابقا النظام المحاصص الطائفي أبوابه مؤصدة، طرق نجاحه مغلقة، لا يمكن أن يستمر هذا النظام ولا يمكن أن ينجح أو ينجح أي عمل في إطار الدولة العراقية وفق هذا النظام إن لم يتغير هذا النظام بأكمله. العراق يجب أن يدار بنظام إدارة دولة حقيقية يعتمد الهوية الرئيسية هي الهوية المواطنة في تمييزه، في تشخيصه، في حتى في إدارة الانتخابات. إذا ما وصلنا إلى هذه المستويات حقيقة لا يمكن لهذا النظام النجاح. شكرا جزيلا لك الباحث السياسي نوري حمدان، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول.